نانسي معانا، الاستاذه نانسي معانا من العباسيه، وهي يعني معظم اليوم كانت موجوده في العباسيه وعملت لنا هذه التقارير التي نشاهدها وسوف نشاهد البقيه منها على الشاشه. استاذه نانسي اهلا بيكي، اتفضلي. اهلا بيك يا دكتور، مساء الخير. انا يعني دلوقتي بصيت قدام جامعه عين شمس في الشارع المطل على شارع العروبه، طبعا هو الشارع ده مقفول تماما، في ازدياد كبير في عدد المعتصمين، يعني من حوالي من ساعتين كده اتت مسيرات ضخمه جدا، حوالي يعني لا تعد بالالاف، عشرات الالاف، في مجموعات كبيره جدا من القوى الثوريه والحركات الثوريه، يعني اكثرها 6 ابريل، ناس من الالترس، مجموعات كبيره جدا من الثوار اتت النهارده لتتضامن مع المعتصمين الموجودين منذ ليله امس. هناك ضحايا، يعني انا سمعت حضرتك على التليفون، فعلا هناك ضحايا، المسؤول عن المستشفى الميداني يعني ابلغني ان كل الحالات اللي جايه هي يعني بيتكلم في زياده في الوفيات اعلى من نسبه يعني 12 فرد تعرفوا، كلهم بحالات رصاص حي، كلهم بحالات رصاص حي، كلهم حي وموجود، وفي ناس منهم متحرز على الرصاص الحي. بس في معلومه اخرى، ان الدكتور قال لي ان هم في مستشفى دار الشفا والزهراء الجماعي. ايوه. المستشفيتين دول ان اي سائر بيروح هناك او الناس المصابين اللي بيبقوا عارفين ان هم جايين من ميدان العباسيه بيتم خطفهم. يا ايه؟ عشان الدكتور بيناشد بعض الثوار هنا ان عدم التوجه لمستشفى دار الشفا. بيحصل ايه يا نانسي؟ بيحصل ايه؟ بيتم خطف المعتصمين من هناك. بيخطفوهم؟ بيتخطفوا يعني بعد ما بيتم علاجهم ما بيطلعوش يعني للخارج. بعد ما بيتم علاجهم بيتم اعتقالهم. بالظبط. بيتم اعتقالهم، خطفهم. بس هنا طبعا هو مستشفى ايه يا ستي بتقولي؟ مستشفى ايه؟ دار الزهراء ولا دار الشفاء والزهراء الجماعي. وفي يعني في مصابين اختفوا تماما بعد ما دخلوا؟ يعني هو الدكتور بيكلمني لحد الساعه 4 الظهر كان في عدد مصابين اكثر من 150، وده غير الناس اللي ما سجلتش اسماء، كانت في ناس بتخش تتعالج في المستشفى الميداني بدون ما تسجل اسمائها عندهم في السجلات. فبيقولوا ان هم تجاوزوا عدد ال 150، الاصابات جايه يعني خطوه يعني جروح قطعيه في الراس نتيجه شوم او حديد، والباقي نتيجه خرافيش. طيب نانسي، انت قلتي لي في طبيب توفي؟ في طبيب بالفعل، انا حاولت دلوقتي قبل ما اكلم حضرتك على الهواء اوصل لاحد الزملاء في الخيمه، ولكن هم للاسف طبعا في حاله يعني نفسيه سيئه جدا ورفضوا ان هم يتكلموا. هم قالوا لي بالضبط ان هو يعني الطبيب هو من الاقصر واسمه عادل حسن. الطبيب دكتور عادل حسن، وماذا حدث؟ بالظبط، ده استشهد برصاصه يعني جاءت في راسه وخرجت من الجهه الاخرى. يا نهار اسود. رصاصه حيه يعني يعني اخذها وهو داخل المستشفى الميداني، وهو كان المصابين. يعني الرصاصه دي جات له وهو فين؟ وهو في المستشفى؟ في المستشفى. وهو جوه المستشفى بيحاول يعالج المصابين، فطبعا الاماكن كانت مفتوحه، كان فيها هرج ومرض بالليل، لان كان يعني الناس البلطجيه اندفعوا عليهم من كل الاتجاهات. البعض الاخر يظن انهم لا، يعني كل المعتصمين هنا على راي واحد ومصممون ان يعني هؤلاء لا تبقى بلطجيه، دول يعني قوات الامن وهي متخفية بلباس مدني مش اكتر. ايوه. هناك دلوقتي احنا دلوقتي يعني الشارع مليان جدا، المطل على شارع العروبه قدام جامعه عين شمس هو ده مكان الاعتصام. في حاله تاهب قصوى، ما في هدوء، بس هدوء نسبي وحذر، يعني في انتظار لاي مشاحنات ممكن تحصل في اي وقت. ايوه. خطير. كلام خطير جدا. طيب. عايزين تسالوه على حاجه؟ لا انا بس عايز اقول حاجه. أيوه. عشان نحقن الدماء دي. أيوه. انا بطالب على الهوا. أيوه. الشيخ حزم اسماعيل اتفضل حضرتك يتوجه. أيوه. الى ميدان العباسيه ويطلب من اعوانهم يرجعوا لميدان التحرير، كلهم يرجعوا لميدان التحرير، وبطلب من القوى الثوريه الوطنيه اللي موجوده، وكان معايا منهم اثنين النهارده، احمد دوما وخالد. وخالد طلبوا من خالد السيد انه الناس تعمل حائط بشري والناس ترجع الى ميدان التحرير مره ثانيه. أيوه. لانه انا حاسس ان في مؤامره لفخ، لانه لو تشوف المنظر بتاع تحت الميدان الولاد بقوا محصورين تحت الميدان.
كماشي. فأنا بنصحهم أنهم يتجعوا فورا إلى ميدان التحرير ونقطع الخط على من يريد أن يتربص بالشباب الصغير ده. وانت سألتي شمعنا كلهم أولاد صغيرين؟ لأن هم دول المتحمسين، هم دول أمل الوطن، نقتلهم مش ممكن. فيجب أن احنا نعمل فورا وقفة من كل القوى الوطنية تطلع بيان حالا دلوقتي للناس كلها، ارجعوا إلى ميدان التحرير مرة تانية. وأنا بقول للشيخ حازم احنا بنحملك مسؤولية انك انت تقول لرجالتك احنا بنحترمك وبنقدرك، ارجو انك انت تعمل موقف وطني ان الناس تنسحب عند وزارة الدفاع ويرجعوا الى ميدان التحرير مرة. انا بضم صوتي لصوت الاستاذ جورج اسحاق، بيناشد كل القوى الوطنية انها توجه شبابها واعضائها وكل شباب الثورة الموجود حاليا في العباسية، وبنتمنى يا نانسي تبلغي هذه الرسالة، بنناشدهم جميعا انه ينظموا صفوفهم ويعودوا الى التحرير، لان يخشى عليهم. ارجوكم اكتبوا الكلام ده وحطوه على تويتر وحطوه على الشاشة وابعتوه رسائل، انه بنناشد الشباب ان هم يكونوا من العقل والحكمة، ينظموا صفوفهم ويعودوا الى التحرير حتى لا يعني يصبحوا في موقف صعب ويكون هناك بعض الجهات المجهولة يعني بتضع لهم فخ كما وضع لهم هذا الفخ أمام وزارة الداخلية، وكما وضع لهم في محمد محمود، وكما وضع لهم في كل في بورسعيد. احنا مش عايزين مجزرة أخرى ولا مذبحة أخرى، وإحنا الولاد دول هم أولادنا وفلذات أجبادنا كما توصف. فنرجوهم إن هم رأفة بأهلهم وبأمهاتهم إن هم يرجعوا إلى ميدان التحرير، مش عايزين دم تاني.